السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى لكم فيديو احسن احوال. اليوم الى حين الله ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا الكلاص اللي كيجي سهل وسريع، دغيا كيوجد في 10 دقائق. فشوفوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا جميع المكونات باش يصدق معكم بحال ديال المحلات، وكيكون صنع منزلي وعارفه شنو دايره فيه وكيخرج كميه كثيره. فبقاو مع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنايا في المقادير نصف لتر ديال الحليب، وعندي هنايا واحد كريم كلاص، هذا راه كيتباع جاهز ولا ممكن تستعملوا الشونتي، هذا كيكون المذاق ديالو زوين. وهنايا عندي نصف لتر ديال الحليب يكون بارد، وهنايا بيبيت شوكولات بيبيت شوكولا غيش اللي بغات تستعملوا، اللي ما بغاتش بلاش المهم اختياري. وهنايا جوج فلون ديال الفاني، اللي عندها الفلون الكبير ديرو ولا ديرو غير المهم ديرو اي نكهه بغيتو. هنا درت هنا ديال الفاني، كندير هنا نص لتر ديال الحليب، وغادي ندير هنايا داك كريم كلاص. كندير الكميه كامله، وكندير داك كريم كلاص لحسن يكون بارد والحليب يكون بارد حتى هو، يكون بارد مزيان صافي. وكنشعل عليه الباتور، اللي ما عندهاش الباتور ممكن يستعمل غير الفوي، يعني ماشي بالضروره عجانه، ولكن تضربيه مزيان حتى كيطلع كيطلع داك كريم كلاص صافي. بالنسبه ل الا بغيتو تضيفو المكسرات لوز كركاع كراميليزي، لحسن يكونوا كراميليزي تحمرو شويه في الفران، وكديروا الكراميل كديروا الكراميل كيطيب فوق البوطه صافي. كضربو فيه اللوز ولا الكركاع كتخليوه يبرد وكتهرمشوه وكتلوحوه، كيجي كنسموه هذا النوكا كلاص بنوكا، كيجي زوين. كتلوحي فيه داك التفرتيت ديال اللوز ولا الكركاع كيجي حتى هو بنين. هنايا كما قلت لكم ممكن تستعملوا بيبيت شوكولا غيش، ممكن بلاش هنايا باش ديروا في الداخل، ولا تكتفيو غير بداك الشوكولاط اللي كيكون في الفوق، حيت هذا كنغطسو في الشوكولاط من الفوق صافي. هنايا بعد ما كيطرب لينا داك الخليط مزيان، وكيولي الخليط واقف بحال هكا، ما كيوليش يعني واقف بزاف بحال الكريمه، راه كيولي غير شوي بحال قلت دو ميمونتي. كنزيد جوج دون ديال الفاني، وكنزيد جوج فلون ديال الفاني. هنايا كما قلت لكم اللي بغات البنه ديال الكراميل دير جوج، دير جوج دانيت ديال الكراميل ودير جوج فلون ديال الكراميل صافي. هنايا وكنخلطو بالنسبه للسكر، ما هذا كريم كلاص كيكون حلو، اللي بغات تزيد شويه السكر تزيدو، اللي ما بغاش تخلي غير داك المذاق ديالو كافي. هنايا بعد ما خلطت هذا الفلون، هنايا ممكن ديرو حتى الفلون الكبير، ما توفرش عنده هذا الصغير، دير غير واحد كبير سواء ديال الفاني ولا فريز ولا المهم على حسب كل واحد الذوق ديالو. ودير مثلا اللي درت فلون ديال الكراميل دير جوج ديال دانيس كراميل، اللي درت ديال الفريز دير فلون كبير ديال الفريز ديال الفريز ولا صغار، وجوج دانون ديال الفريز، المهم على حسب كل واحد واش من المذاق بغا يدير فيه. انا خليته هكا فاني، غادي نزوقو من الفوق، غادي نغطسو في الشوكولا واللوز اللوز كونكاسي صافي. هنايا الخليط راه كيكون كثير تبارك الله، ممكن ديرو فيه تا لي كلاص اللي يكونوا كبار، وكديروا فيه الصغار. هنايا هذا اصلاح العديد من لي كلاص بصراحه، اصلاح لهذا الفتره ديال الصهد، هذا الشيء اللي كياكل بزاف في الوليدات الصغار بحال الشيء المبرد. ونتمنى الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، واللي كتشوف القناه ديالي اول مره ما تنساش تبارطاجيها مع الاهل والاصدقاء باش توفر دائما ننزل لكم الجديد وتفيدوا العائله والاحباب وتكبر العائله ديالنا ان شاء الله. هنايا كنحيد الباتور كما قلت لكم، اللي ما عندهاش الباتور راها ولا لجانه، ممكن ديرو غير بالفوي ديال اليد فقط، ولكن تحرك بالخف وتحرك مزيان. هنايا نص ديال الخليط خليطو هكا نصو، درت ليه بيبيت شوكولا كما قلت لكم، بغيتو ديروه بيبيت شوكولا ديروه، ما بغيتوش خليوه غير هكا كيجي لذيذ
ممكن ديرو حتى الفواكه الجافة حتى هو كيجيبيه زوين. ولا هاد الخليط قسموه على جوج ولا على ثلاثة، كل واحد ديرو فيه نكهة، مثلا واحد نكهة ديال الفريز، واحد ديال البيستاش، ولا واحد ديال الشوكولات، زيدو فيه شوية ديال الكاكاو ولا الفلون ديال الكاكاو. تقسموا هاد الخليط لثلاثة، واحد يزيدو فيه الفلون ديال الكاكاو، واحد ديال الفريز، واحد تخلوه ابيض. هنايا عندي هاد المول ديال الماغنوم، هادو كندير فيهم لي ماغنوم، ديجا نزلتهم في القناة ديالي. قال لي كيكونوا بزاف اعياد الميلاد، المهم كيكونوا بزاف ديال في لي بيفي. هذا صراحه كيتخدم بزاف، انا كنت خديته من الاولين، من الاول كنت خديته ب100 درهم، دابا راه نقص الثمن ديالهم. هذا الشيء الا ما زاد عاوتاني في هذه الايامات ديالها اللي تزادت فيه السلعه. صافي كنعمر كله، كنعمر بمعلقه، وكنبقى نزيد شويه بشويه باش كيعمر الجوانب مزيان. هنايا راه دغيا كيجمد، ما تقريبا واحد نص ساعه كيجمد، حيت ما كيكونش الخليط كثير. وهاد العويده تا كيتباعوا ب 5 دراهم 10 دراهم، كاين الباكيه الكبيره الصغيره، المهم كيدوز صراحه مده كيتباعوا. صافي كنخشي هذوك العويدات، وكنعاود نقاد داك الكلاص باش كيجي داك العود كله مغطي. كندخل داك العود وسط ديال داك الكلاص كيما كتشوفوا. هنايا راه هادو ممكن تلقاوهم غير ب80 درهم، المهم على حسب كل مدينه وشحال كيديروا فيها. هكا ضروري تخلطوا بهم باش باش داك الكلاص يدخل الجوانب كاملين، وكيعطيكم حتى الشكل الزوين ديالو. هذا لي ماغنو فيهم اشكال، فيهم حتى وحدين اخرين زوينين، فيهم لي زيت طرس من الفوق كيصراحو الماغنوم والكلاص كيجي فيهم كلاص زوين، حتى الشكل ديالهم كيجي زوين حتى هو. ملي راه كنعمر الجوانب مزيان وكنسدو من الفوق، كندوز عليه ديك اللعيبه اللي كنقدو بيه داك الكيك ديزاين. صافي كندوزها باش كيتسول يجي مستوي من الفوق، باش كيجي بحال ديال المحلات، نفس حتى الوليدات الصغار كيعجبهم بزاف، ضروري كتخلطو بهم مزيان. هانتوما كنقاد بهاد اللعيبه اللي متوفرش عندها، ممكن تستعمل موس ولا المهم شي حاجه باش يتقد ليها الفوق ويجي السطح ديالو مستوي مزيان. انا كما قلت لكم راه هاد الكريمه كيخرج تبارك الله الخير والبركه. كديروا هاد الكونتيتي، كتخلوه واحد نص ساعه تقريبا كيجمد، تقريبا 20 مينوت نص ساعه كيجمد، كتحس به جمد، كتحيديه داكشي اللي حيدتي كتخليه في الفريغو، كتخليه كامل في الفريغو حتى كتكمل داك الخليط كامل، عاد كتغطسيه في الشوكولاته. اي حبه ديموليتيها كتخليها في الفريكو، ملي كديمولها كترجعها في البلاصه، ما كتخليهش حتى كيطلق. هنايا غادي ندخلوا المجمد كما قلت لكم واحد نص ساعه، وغادي نجبدوا باش تشوفوا كيف كيجي. انتم بعد ما دخلتوا المجمد تقريبا واحد نص ساعه، ها هو كناخذوا ومازال مجمد، كناخذ الشوكولات. هنا اي شوكولات متوفر عندكم يقبيل ولا مهم، من الاحسن يكون شي شوكولات يكون نوعيه ديال زوينه باش ما كتقهمكمش ديك الحلاوه. هنايا راه دغيا كيتحيد، هانتوما دغيا كيتحيد ملي كيتكونجلا هنايا من الفريغو للكاسرون ديال الشوكولاط. صافي كندير ليه بحال هكا. هنايا راه اللوز كونكاسي حمرته ودرتو مع الشكلاط، صافي كنبقى نكبو فوق الكلاص، وغادي نديرو في ميكا. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكيمياء اللي عندي كامله. هنا كما قلت لكم الا مازال عندكم الخليط ديال الكلاص بيتو تصايبوه كامل، ديموليو هذا وهزو هذا الكلاص خشوه في شي بطء في الفريغو حتى كتكمل داك الخليط كامل، باش يجيكم الحبات كتار. ديك الساعه عاد ديروا لهم الشكلاط ويتكال ديك الساعات، ولا خلوهم رجعوهم للمجمد، ما هدو مازال ما سميتو ما ديكونجلا،
كترجعهم في البلاصه، كتخدمهم في البلاصه وكترجعيهم في بوطه ما كيلصقوش نهائيا. وطاط الشوكولات كيخليهم ما كيد ما كيدوبش دغيا، كيحافظ داك الشوكولات كيحافظ عليه باش ما كيدوبش داك الكلاص، ما كيدوبش الكلاص. هنايا راه ملي كنحط شي كلاصه كنبدل ليها البلاصه باش ما كتهزش ليا ديك الكونتيتي الكتيره كيما كتشوفوا هذه. دابا كتجي لتحت ديالها هانفينيا، ها انتما كيما كتشوفوا. الا خليتو شي وحده كتير فيها الشوكولات كتهز بزاف ديال الشوكولات. ملي راه كيجي الشكل ديال هانفيني مزيان كنبقى ندير ليها الشوكولات وكنغطيها مزيان بالشوكولات. ممكن هنا حتى ديروا الشوكولات الابيض، ولا تخلوه غير سامبل بحال هكاك بلا شوكولات بلا والو. المهم كل واحد على حسب شنو بغا شنو تعجبو الوليد ديالو. هنا حتى بالالوان كيجيو زوينين كما قلت لكم. تقسموا هذا الخليط واحد تقسموه على ثلاثه، واحد كتزيدو فيه الفلون ديال الفريز، واحد فلون ديال الشوكولات، وواحد بالفاني. صافي كل ماغنوم كل غلاس كديروا لها اللون ديالها. وهنايا ملي كتحطوا الغلاس كديروا فيها الشوكولاته ضروري كتبدلوا ليه البلاصه باش ما كيجيش ديك الطبقه الكثيره ديال الشوكولاته. وهذا قسمت لكم واحد الحبه باش تشوفوا كيف كيجي من الداخل. صراحه كيجي كريمي ولذيذ بحال ديال المحلات تماما. صنع منزلي بكميه كثيره واقتصاديه بدون مواد حافظه. نتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشاركوا مع الاهل والاصدقاء وباش تعم الفائده للجميع. وفي امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.